So today, dozens of volunteers did their part to make sure kids have what they need to start the school year. مذيعون في إحدى القنوات الأمريكية يصيبهم الذعر من المظاهر العشوائية في الولايات المتحدة الأمريكية. فكيف يقرأ المجتمع الأمريكي هذه المظاهر في ظل الإسلاموفوبيا؟ في ولاية شيكاغو قامت إحدى المدارس الأمريكية بتوزيع لوازم العام الدراسي بالمجان باسم الحسين عليه السلام، الأمر الذي أثار استغراب الأوساط الأمريكية. فما رأي القانون الأمريكي بهذه الخطوة؟ بالنسبة لحق المدارس في الولايات المتحدة للقيام بأي نشاط ديني، طبعاً لا يسمح بذلك للمدارس الحكومية. هناك قانون واضح في الولايات المتحدة للفصل ما بين الدين والدولة، والمدارس الحكومية التابعة للدولة لا يحق لها أن تقوم بأي عمل يقوم على الدعاية لأي مؤسسة دينية أو دين معين. الناشط التربوي والاجتماعي وسام شرف الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أكد في اتصال مع الجديد أنه لا يحق للمدارس الحكومية أن تقوم بتوزيع أي شيء على الطلاب يحمل أي نوع من الشعارات الدينية. في شيكاغو طبعاً هي مبادرة طيبة، ولكن بالنسبة للمدارس الحكومية على حد علمي، ولا أدري ما هي خصوصية تلك الحالة بالذات، بشكل عام المدارس الحكومية لا يحق لها أن تقوم بتوزيع أي شيء على الطلاب ولو كان مجاناً، عليها أي نوع من الدعاية لمؤسسة خاصة أو لدين أو شخصية دينية أو أي شيء من هذا القبيل. وفي ظل الإسلاموفوبيا التي انتشرت في العديد من المناسبات الدولية، أصر المسلمون العرب في ديربورن على إحياء المراسم العاشورائية هذا العام، حيث جابوا شوارع المدينة مرددين هتافات بمواكبة من شرطة ديربورن. أما عن تقبل الشعب الأمريكي لهذه المظاهر، يرى شرف الدين أنه يتفاوت بين الفرد والآخر حسب انتمائه السياسي. منهم من يتلقى ذلك بكل أريحية ورحابة صدر وتقبل للآخر تقبل التعددية ودعوة للتعددية، ومنهم من يتفاعل معها بشكل سلبي يقف ضدها، ومنهم من لا يبالي بها. تعتبر مظهر من مظاهر المجتمع الأمريكي المتنوع. معظم الشعب الأمريكي لا يكترث بما يحدث فيه. هناك الكثير من الأقليات والتوجهات الدينية، ما يفوق 3000 دين مسجل، فليس هناك في الحقيقة اهتمام كبير. اللافت فيما كشفه شرف الدين هو اهتمام السلطات بحماية هذه المسيرات وهذه المظاهر احتراماً منها لحريات المعتقد. الشعب الأمريكي يمارس الطقوس الدينية وشعائره الدينية أياً كانت بكل حرية، لأنه محمي من التعديل الأول في الدستور، البيل أوف رايتس، ذا فيرست أمندمنت، وهو حرية التعبير. وحرية التعبير تشمل حرية المعتقد والتعبير عن ذلك المعتقد، فلا تتدخل السلطات أصلاً بالشعائر الدينية وتحمي التعبير عنها بعنوان حماية حرية الرأي، طبعاً ضمن الحدود اللوجستية لكل مدينة. إذا في هناك مسيرة فهناك تنظيم لهذه المسيرة وإقفال لبعض الشوارع، وهناك رسوم تتعين للشرطة المحلية وإلى ما هنالك لتغطية تكلفة تنظيم هكذا مسيرة. ولكن مضمون المسيرة، سواء كانت مسيرة للإمام الحسين أو مسيرة للشيطان، كله بنظر الحكومة الأمريكية واحد. تتعامل إذن السلطات الأمريكية مع المظاهر الدينية بحرية تامة على مبدأ احترام حرية المعتقد، وهو ما يضمنه الدستور الأمريكي وفق ما أكده الناشط وسام شرف الدين.